ومن لبنان ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. تعد لبنان أحمد من الدول العربية المتضررة بتغير المناخ، وتتوقع وزارة البيئة اللبنانية أن يتسبب تغير المناخ في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% بحلول عام 2040. أحمد، بعد التحية، ما هي أكثر القطاعات المتضررة من تغير المناخ في لبنان؟ تحياتي لك في البداية. والحقيقة الوضع في لبنان متأثر جدا بالتغيرات المناخية، ويعد قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التي ستتأثر بالتغير، أو ربما تأثرت بالفعل بالتغير المناخي. ووفقا للدراسة التي أعدتها وزارة البيئة، فإن تكلفة الزراعة قد تتضاعف لثمان أضعاف بحلول عام 2080، سترتفع تدريجيا حتى هذا التاريخ، بالاضافه الى ان هناك تاثيرات كبيره تعرضت لها الدوله اللبنانيه خلال العامين الماضيين بفعل التغير المناخي، ابرزها حرائق الغابات وهي الظاهره الغريبه على الدوله اللبنانيه، حيث التهمت. أحمد، كيف تأثرت الوظائف في قطاع الزراعة جراء تراجع نسب سقوط الأمطار والمياه الجوفية في لبنان؟ أحمد، الصيف الماضي وصلت درجة الحرارة في شهر يوليو إلى درجات غير مسبوقة، وصلت درجة الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تلف العديد من المحاصيل الزراعية، وتأثرت بشكل كبير الزراعة في لبنان بسبب هذا الأمر، بالإضافة إلى ندرة المياه وانخفاض مستوى المياه الجوفية في الأرض. أحمد، ماذا حققت لبنان في الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، خاصة فيما يخص قطاع إعادة تدوير النفايات ومشاريع الطاقة المتجددة؟ ربما الأزمات التي يعيشها أو التي تعيشها الدولة اللبنانية خلال الفترة الماضية عرقلت الكثير من الجهود ومن الخطط الوطنية الموضوعة للاستثمار في هذا القطاع، ولكن ما تحقق حتى الآن أقل بكثير جدا من المأمول وأقل بكثير جدا من المخطط له، بسبب غياب التمويل في ظل لهذه المشروعات في ظل الأزمات المنتشرة في البلاد. فلا تزال أزمة القمامة موجودة، ولا تزال الأزمات البيئية التي يعاني منها المواطن اللبناني موجودة، وخصوصا في قطاع الطاقة والاعتماد بشكل كثيف جدا على الطاقات غير النظيفة والملوثة للبيئة. فبالتالي الاستثمار في هذا القطاع لم يحظى بالمقبول منه حتى الآن في على عموم الدولة اللبنانية. شكرا جزيلا لك مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا.